هناك خطط ممنهجة، أجندات معينة ينفق عليها مليارات الدولارات في زماننا هذا من أجل شيء واحد بس، ألا وهو تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، ووزعه على كافة أنحاء العالم الإسلامي بحرق النسخة اللي لها علامة كذا وأرقام كذا. وحدد الأزهر الشريف عن الأردن وأن هم طالبوا المعنيين بالتعليم في الأردن بحذف 220 آية من القرآن، الآيات اللي بتتكلم عن اليهود وبتتكلم عن الجهاد في سبيل الله وعن الشهادة في سبيل الله. خلي النسخة العربية زي ما هي للقرآن، لكن هنحرف في ترجمة معاني القرآن الكريم. طيب، إذن هل نجح الأمريكان في مخططهم هذا؟ للأسف الشديد الواقع بيقول كده، الواقع بيقول إن هم فعلا نجحوا. أبو راني، وقعت في دي صحيفة مترجمة اللغة العبرية حصيتها 300 خط أو يزيد، قال لي يا أبو حسام هذه كلها غلط، وجدت هذه النسخة أنا فيها فوق 300 خطأ، وهذه مصيبة، يعني أخطاء كارثية هذه النسخة، هذه يعني شهادته فيها. أول أخطاء ترجمة اسم القرآن الكريم، أعطاله اسم هالقرآن من الفقار. 300 خطأ، 300 خطأ في المعاني، منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النسخة دي ليس فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل فيها أنه لما يبعث هذا النبي في آخر الزمان بيحرض على اغتياله، وده بيتوافق تماما مع الرؤية الصهيونية. ليه السعودية بتعمل كده؟ ولمصلحة من؟ إذا كانوا وعدوكم بأمجاد دنيوية فإنها الخسارة والله التي لا خسارة بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار سنوات طويلة، يمكن بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حرب شديدة ممنهجة من قبل أعداء الله عز وجل وأعداء هذا الدين لتغيير وتحريف كلام الله عز وجل، وبالتالي قطع صلة المؤمنين بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. بدأت هذه الحرب مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنقطع ولم تتوقف حتى هذه اللحظة. هناك خطط ممنهجة، أجندات معينة ينفق عليها مليارات الدولارات في زماننا هذا من أجل شيء واحد بس، ألا وهو تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. بذل في سبيل ذلك يعني محاولات لا حصر لها على مدار التاريخ كله. لعلنا نذكر تقريبا يعني قبل حوالي 80 سنة، إسرائيل طبعت نسخة من المصحف وحرفت في بعض كلماته وبعض علامات الضبط للتشكيل يعني، ولم يلتفت لهذا الأمر إلا الأزهر الشريف، وكان وقتها شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. اكتشفوا النسخة المحرفة التي طبعتها إسرائيل من القرآن الكريم، فالأزهر الشريف أصدر بيانا شديدا ووزعه على كافة أنحاء العالم الإسلامي بحرق النسخة اللي لها علامة كذا وأرقام كذا، وحدد الأزهر الشريف تفاصيل النسخة. وكان من بركة هذا القرار وهذا البيان إنه الأزهر الشريف طالب المسؤولين في مصر وقتها، كان عبد الناصر يعني وقتها، أنه تؤسس إذاعة القرآن الكريم ويبقوا فيه قراء مجيدون متميزون متمكنون يقرؤون القرآن، فيبقى القرآن موجود مسموع ومكتوب، وأن النسخة المسموعة اللي القراء هيقرؤوها في إذاعة القرآن الكريم تبقى هي النسخة المعتمدة. وبالفعل انطلقت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذا التوقيت. لم تتوقف المحاولات الصهيونية، بل أضيف إليها في السنوات الأخيرة أن أمريكا بقت هي راعية هذا المنهج،
منهج ايه؟ منهج تحريف القرآن الكريم. ولما بنتكلم عن تحريف يعني حذف آيات من القرآن الكريم. واحنا قبل كام يوم عملنا فيديو لحضراتكم عن الأردن، وان هم طالبوا المعنيين بالتعليم في الأردن بحذف 220 آية من القرآن، الآيات اللي بتتكلم عن اليهود وبتتكلم عن الجهاد في سبيل الله وعن الشهادة في سبيل الله وعن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل المسؤولين في الأردن ما كدبوش خبر وحذفوا الآيات دي من المناهج الدراسية التعليمية. نفس الكلام ده حصل في السعودية، حيث المناهج الدراسية الآن لا يتم فيها تدريس آية واحدة تتكلم عن اليهود ولا الغزوات ولا حب الشهادة في سبيل الله. كذلك في مصر، كذلك في الأردن، كذلك في الكويت، كذلك في الإمارات. فأصبح في تعميم أمريكي صهيوني على جميع أنحاء الدول العربية بعدم تدريس تلك الآيات في المناهج التعليمية. وده اللي أكده الدكتور عبد الله النفيسي في حوار له، حوار يعني مش قديم أوي، يعني قبل سنوات كده، وهو بيتكلم فيه عن كيف غير الأمريكان المناهج التعليمية في بلادنا، وكان يسلط الضوء على السعودية تحديدا. وممكن أسيب لكم رابط البرنامج بتاعه تحت هذا الفيديو إن شاء الله. طيب، لم تتوقف المحاولات الأمريكية عند هذا الحد، بل استمرت ولا زالت تستمر. يبقى أول شيء حاولوا قديما تحريف آيات الله عز وجل، وبعد كده نجحوا بالفعل في إلغاء أو حذف هذه الآيات من المناهج التعليمية. وطبعا بقى أي حاجة بتتكلم عن قصص الصحابة، قصص المجاهدين وكذا. نجحوا كذلك بعد حرب العراق إن هم ينسقوا مع تلك الدول إن يتعمل ترجمة من القرآن الكريم بكل اللغات، يغيروا في تلك الترجمة ما يريدون توصيله للناس. خلي النسخة العربية زي ما هي للقرآن، لكن هنحرف في ترجمة معاني القرآن الكريم، وتبقى دي خطوة أولى. فإذا الناس استقبلت الموضوع بشكل بسيط وبشكل جميل، يبقى بعد كده يطبع كتاب يسمى الفرقان، والفرقان ده تحذف منه الآيات التي أشرت إليها. طيب، إذن هل نجح الأمريكان في مخططهم هذا؟ للأسف الشديد الواقع بيقول كده، الواقع بيقول إن هم فعلا نجحوا. هنشوف مع حضراتكم الآن نسخة من القرآن الكريم مطبوعة في المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. والمجمع بيبقى معني بطباعة المصحف والترجمات المرافقة والمصاحبة أو على هامش المصحف. النهاردة راح نقف مع ترجمة المصحف باللغة العبرية. هذه اللغة التي لا يتحدث بها أحد إلا الصهاينة، وبالتالي يا ترى بقى الترجمة دي هتبقى ترجمة منضبطة ولا ترجمة محرفة؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في هذا الفيديو. اللغة العبرية والإقام على ترجمتها مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الشريف، والإقام ترجمتها الدكتور البروفيسور أسعد نبرسول، فلسطيني الجنسية من سكان إربيل في شمال فلسطين. تحريت عنه عن طريق أصحابي لي، قالوا لي أنه ساكن في أمريكا من 20 سنة. بلشت أسأل، سألت واحد من النصارى في حيفا بأخذ منه كتب اسمه إبراهيم صالح عباسي، بقول له يا أخونا أبو راني، وقعت في يدي الصحيفة مترجمة اللغة العبرية حصيتها 300 خط أو يزيد. قال لي يا أبو حسام هذه كلها غلط، وجدت هذه النسخة أنا فيها فوق 300 خطأ، وهذه مصيبة، أنا أخطاء كارثية. هذه النسخة هذه يعني الموضوع في المدينة المنورة طبعا ترجمة الدكتور أسعد نمر رسول، تمت مراجعتها من قبل المجمع، واللي راجعها من قبل المجمع الدكتور تيسير حسن محمد العزام. يعني حتى أي واحد راجع شغلة بده يبين شهادته فيها. أول أخطاء ترجمة اسم القرآن الكريم، أعطاله اسم قرآنها من الفقار، الأجدر فيه كان يسميها قرآنها كريم ويدور تحت إيش معنى القرآن الكريم. إذن
هذه نسخة من القرآن الكريم طبعت في المدينة المنورة وترجمت المعاني كلها محرفة، 300 خطأ، 300 خطأ في المعاني، ودي أخطاء يعني تمس العقيدة، تمس القرآن الكريم، وبالتالي لا يراد من وراء هذه الأخطاء إلا تصدير معنى واحد فقط لا غير، هي المعاني اللي هم عايزين يصدروها لمن يقرأ هذه التفاسير. نكمل الفيديو مع حضرتكم. كتب هنا بدل ما هو يدخل المسجد كما دخل أول مرة، كتب وليدخل الهيكل وحط المسجد بين قوسين التعريف، يعني أنه قدم هيكل على المسجد، يعني الرواية كلها تبعته أنه الهيكل مش المسجد، وهذا بالفعل بتناسى مع الروايات الإسرائيلية لزرق القدس وتعويض القدس وعلى كل هيكل عمل. هذا الشغل كله متساوق كليا مع سياسة إسرائيل. في جدول الأنبياء ذكر كل الأنبياء ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكروش. عندهم في التوراة بيقولوا إذا بيجيكم واحد بدعي النبوة أو بيحلم إنه نبي يقتلوه. في كمان بالنسبة لسيدنا إبراهيم كاتبين عنه إنه أب لإسحاق ويعقوب، واستثنى سيدنا إسماعيل. بستدل هنا بآيات إنه موجودة، بستدل بأرقام آيات، ولكن لو رجعت هنا إنت الآيات بتلاقي سيدنا إسماعيل اسمه برضه مذكور. جوا سيدنا إسماعيل موجود ذكره. السبب هذا إسرائيليات. نزلت هنا بتقول إنه ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم خذ ابنك وحيدك اللي هو إسحاق وامضي فيه إلى بلد عبادة وقربه غربان. بيعدوا إنه إسحاق هو الذبيح مش إسماعيل. من منطلق هذا بكره إسماعيل. فجتري هم في الشارع كاتب انا حط بين قوسين اللي هو الذريه لابراهيم تصبح، لكن مفسرين ان الطبري وابن جرير وابن جرير اجمعوا على انه نوح هو اللي من الذريه، فيه ست ايات والايات متشابهه، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لازم تكون الترجمه كلها واحد، هي الترجمه مختلفه، الترجمه في كل ايه تختلف عن الثانيه، يعني عندي في سوره السجده ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. هو استدامها ويقولون متى هذا الحكم كنتم صادقين، غير معنى الآية. يعني عندي في سورة الشعراء آية رقم 108، آية رقم 110، آية رقم 126، 131، 150، 160، كلها بتقول فاتقوا الله وأطيعون. الترجمة كلها مختلفة. يجب على مجمع الملك فهد انه يحاسب المترجم ويحاسب المراجع. اذا أعتقد الصورة الآن أصبحت واضحة، والنسخة دي ما زالت متداولة، رغم أن الفيديو ده قديم بالمناسبة، إلا أن النسخة ما زالت متداولة، بل وما زالت تطبع حتى هذه اللحظة من مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، وما خرجش علينا بيان من المملكة العربية السعودية أو من رئاسة الشؤون الدينية بالمملكة أو من مجمع الملك فهد ينفي هذا الكلام أو يكذبه ويطلع بيان يقول لنا لا اللي موجود، ويرد على الكلام ده بشكل علمي يقول لا اللي موجود المسجد وليس الهيكل، ويأكد ان اللي موجود في قائمة اسماء الانبياء منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان النسخة دي ليس فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل فيها انه لما يبعث هذا النبي في اخر الزمان بيحرض على اغتياله، وده بيتوافق تماما مع الرؤية الصهيونية واللي احنا حكيناها قبل كده في دروس السيرة. فإذا وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بنو النضير لما اغتالوا أو عملوا محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا إخواني الكرام، نحن أمام كارثة حقيقية، والكارثة دي لما تضاف إلى مجموعة الكوارث الأخرى يؤكد ذلك لنا بما لا يدع مجالا للشك إن اللي بيحصل ده شيء ممنهج بل ومقصود، وإنهم لا يريدون من وراء كل اللي بيعملوه ده سواء في غزة أو في فلسطين على مدار التاريخ كله أو في بلادنا العربية من تغيير المناهج التعليمية عشان ينشأوا أجيال بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معاني التضحية والفداء في سبيل هذا الدين وفي سبيل الدفاع عن المقدسات. إنهم حريصون جدا
على تغييب الوعي الإسلامي. فأعتقد مسؤوليتنا كلنا، كلنا مسؤولية لا تتجزأ أبدا، اوعى ترميها على حد. مسؤوليتك كأب، مسؤولية حضرتك كأم، مسؤوليتك كمعلم ومعلمة، مسؤوليتنا إحنا كدعاء، مسؤولية أي حد أن يبين للناس تلك الكوارث وخطر هؤلاء على ديننا ومقدساتنا وكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إنها عقيدة، إنه الدين، دينك دينك، لحمك ودمك. مسؤوليتنا إذا كانوا هم بيهدموا فواجب علينا البناء مع أولادنا، أن نبين لهم حبنا وتمسكنا بهذا الكتاب وبهذا الدين، نعلم أولادنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال بقى، ليه السعودية بتعمل كده؟ ولمصلحة من؟ إذا كانوا وعدوكم بأمجاد دنيوية فإنها الخسارة والله التي لا خسارة بعدها. فالمجد الحقيقي في الآخرة وليس في الدنيا. المجد الحقيقي أن تحافظوا على تاريخكم كدولة التوحيد وقبلة المسلمين ومهبط الوحي والنور. وحسبنا الله ونعم الوكيل.